مساء الخير والسعادة على كل متابعينا في كل مكان، وجودكم دايما بيسعدنا وجودكم على راس من فوق. كل اللي يعمل لك ربنا يجازيكم خير. النهاردة بقى يوم جديد وروتين جديد. عاملين ايه الاول؟ وحشتوني الفيديو اللي فات. النهاردة بقى يوم جديد وروتين جديد. هتقولنا هتعمل ايه يا ميرو؟ هقول لكم بقى، بس قبل ما نخش على الفيديو كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويا ريت كده تحطوا لاختكم ميرو كده لايك، ده دعم منك ليا يعني. بص بقى يا جماعة، أنا بصراحة كنت قبل المغرب بنص ساعة، يعني قبل المغرب خلاص، يعني كان امبارح ما نمتش وكده، فقمت الصبح روحت جبت العيش، وكان العيش بقى آخر الشهر ده بيبقى زحمة موت يعني. فكان عند الفرن الشمس أصلا، والشمس بصراحة لفت لي دماغي، فأنا جيت من العيش نمت، يعني أنا جيت نمت. فبصيت لقيت حسن جه من الدرس، قال لي ماما، لقيته بيصحيني بقول لي ماما احنا فاضل ساعة المغرب وانت ما عملتلناش فطار، هتعملي لنا فطار ايه؟ قمت جاري بقى ادور اعمل ايه. فكان عندي بطاطس، وكان عندي بتنجان، وعندي فلفل وكده، فقلت ان انا اعمل لهم كده صلاة مسقعة، واعمل لهم بقى بتنجان مشوي وحمر بطاطس، والحمد لله يعني. كان عندي فول، طبعا انا كنت مدمسة فول للسحور وكده، فقلت برضو نعمل شوية فول. كنت البطاطس دي جايبها، انا بوريكم ان هي من جوه مخوخه كده، هي مخوخه كده من جوه. فلما تجيب البطاطس هتاع الوسط، انا بصراحه ما بحبش الكبيره دي قوي، بس انا كنا في السوق كده، اختي قالت لي لا ده حلوه خديها، والله لما بتشوها بتبقى حلوه ومش عارف ايه وكده. فانا بصراحه انا جبتها يعني زي اختي ما قالت لي، بس انا مش بحب البطاطس الكبيره دي ابدا والله. فبصيت لقيتها من جوه بقى مخوخه كده، فانا ايه شلت التخويخه اللي فيها ديت، وقشرت بقى بقيه البطاطس، لان البطاطس اللي انا عملتها صوابع ديت اللي انا هنحمرها يعني ايه في طبقين كده، واللي انا عملتها دوائر ديت اللي انا عاملها المسقعه عشان يبقى كله زي بعض يعني. والبدنجان انا قطعته حتت صغيره. هتقولي انت مقطعاه حتت صغيره ليه؟ بصي يا جماعه بصراحه، عشان لما تيجي هنا تغمسي كده تبقى على قد اللقمه يعني، مش كل شويه تقطعي وكده يعني. حمرت بقى هنا البطاطس الاول، حطيتها كده طاسه واحده، اتحمرت بقى في 5 دقايق كده وطلعتها. حمرت بقى البطاطس التانية اللي هي بتاعت المسقعة، طبعا كنت العين التانية حطيت عليها كده توم. طبعا انا ما عنديش توم، ان شاء الله هنجيب اليومين اللي جايين دول توم، عشان التوم طلعوا كده. فانا جبت واحدة من الارض يعني، كنت انا زرع على الحدود كده، نزلت جبت راس ودقيتها كده وحطيتها بقى للطماطم. حمرت التوم الاول، بعد كده بقى حطيت عليها الطماطم. واول ما غلت بقى ايه، قلت قبل ما تغلي كنا انا طلعت الايه البتنجان. طبعا احنا يعني المسقعه وكده يا دوب احنا بنعملها على قد الفطار يعني، بتعملي طبقين يا دوب عشان ما يفضلش حاجه. بس والله العظيم هو فضل بالفعل يعني، وفضل طبق كمان سحرت بيه. وجبت هنا بقى البدنجينه ديت. بصي يا جماعه، البدنجينه بشوها على البوتاجاز منها للنار كده، بس انا بدهنها الاول زيت يعني. انت بتدهنيها زيت عشان لما تيجي تقشريها تتقشر معاكي، مش تبقى ايه ما تحيركيش يعني، ادهنيها كلها زيت تمام. دهنتها بقى كلها زيت، وكانت اتشوت بقى شلتها حطيتها على الحوض كده. وهنا بقى حطيت المسقعه على البطاطس والبدنجان يعني والفلفل وكده، حطيتهم بقى على الطماطم. طبعا الطماطم ديت انا كنت حاطه عليها مكعبات، وحط عليها شويه كمون وشويه ملح وكده يعني، وخليتها غلت غلوه كده. وجيت بقى حاطه في الصينيه العسل بتاعت دي، الصينيه دي انا بحبها قوي يعني. حطيتها فيها بقى وولعت الفرن البوتاجاز، وحطيتها بقى تاخد وش يعني، انا بحبها تاخد وش كده. هنا بقى انا جبت فصين توم برضو، دقيتهم كده وبديهم تصفيره يعني، انا مش بحمرهم يعني، بصفرها كده. عندي بقى طماطم قطعتها كده مكعبات، وقرنين فلفل اخضر بعملها للفول يعني، والله بجربها بالطريقه دي بتخلي الفول بصهم في ناحيه تانية خالص يعني. صفرت كده بقى التومه، وهننزل بقى عليها كده بالطماطم، وهنزل عليها بقى بالطماطم والفلفل اللي معايا، وهنسيبهم برضو على البوتاجاز شويه كده بقى مع بعض لحد لما الطماطم ديت يعني ايه زي الطيب كده شويه. طبعا انا على فكره انا نسيت اقول لكم، انتوا بتحطوا نص معلقه سكر هنا، وبتحطوا نص معلقه سكر برضو على الطماطم بتاعه المسقعه، عشان يعني الحموضه بتاعه الطماطم وكده. حطيت بقى نص مكعبه كده، وحطيت بقى ربع كوبايه ميه، وسبتها بقى ايه مع نفسها كده. وبعدين اول بقى ما غلت شويه كده، رحت نازله عليها بقى بالفول كده. وطبعا انت عايزه تسيبي حب زي ما هو ماشي، عايزه تعملي في الخلاط ماشي، بس انا بعمله كده يعني ايه
بجهزه كده عشان نعرفه نغمسه بيه يعني. طبعا يوم بقى بتاكلي لحمة ويوم سمك، والله العظيم التحابيش دي جميلة يعني، احنا بحبها يعني. بصوا بتأكل يعني. هنا بقى البدنجانة هي اتحطت عليها كده معلقة شطة، حط عليها معلقة زيت، معلقة كمون، نص معلقة ملح، وكان ما كانش عندي طحينة فبعت ابني جاب تذكرتين طحينة، التذكرة دي ب2.5 جنيه يعني. عملت بقى منها كده البدنجان، وحطيت بقى ليمونة، طبعا الليمونة ده عشان البدنجان يعني يبقى معاك ابيض وحلو كده. ولو عايزة معلقة تحطي معلقة زبادي براحتك، مش عايزة برضو براحتك، وتحطي فصين توم برضو يعني. انا فصين توم كده بكون دقاهم وكده وحطاهم عليها. تقلبي بقى البدنجان ده، الزبادي ده كان لبن انا مروبة يعني، فمش زي الزبادي اللي بتشتري من بره يعني. حطيته بقى كده في طبق، وعندي بقى هنا خضرة، قلت نحط ايه جناش كده يعني، ايه يدي للبدنجان كده لونه، والبطاطس كده يعني. طبعا العين بتاكل قبل البق يعني، فانا بحب ان انا ايه ازوق شوية، بس كمان عشان كنت متأخرة وكده فما زوقتش برضه يعني. قعدت بقى عبيت البلح، بص بقى ما انا مستعجلة بقى، كله في 5 دقايق جري جري جري. كان فاضل ساعة بس على المغرب يعني، بس الحمد لله والله كان ربنا واقف معانا، ما خدتش نص ساعة طبعا، في ثانية كله في ثانية كده الحمد لله يعني. البدنجان ما بياخدش 5 دقايق في الشوي، وبرضه نفس الموضوع اللي في التحمير. وطبعا الطماطم اللي هي اللي احنا بنبقى مخزنينها دي برضه بتنجز معانا. انا بقى بحط الاكل يعني، انا كمان خلصت، اقسم بالله انا خلصت، وكان المغرب لسه كمان ما اذنش. غرفت بقى، فحسن هنا بيقول لي ماما هو انت هتاخدي وش البدنجان كله، هتوش وش المسقعه؟ بص يا جماعه انا بحب الاحمر يعني، بحب وشها يبقى احمر كده. خدت بقى الوش كده كله، وبعد كده بقى قلت الباقي هيفضل عادي. هنا بقى الفول، هنحط برضه عليه شويه طحينه كده بقى، وليمونه، ونص معلقه خل كده، بتخلي الفول جميل يعني. بعد ما بتنزلي من على البوتاجاز بتحط له الطحينه، ونص معلقه الخل، والليمونه، نص ليمونه برضو. وده بقى كان الفطر بتاعنا يعني، والحمد لله على كل شيء. وكان عندي بقى هنا جرجير، وعندي هنا كرات، بس كرات بقى كان لسه صغير يعني. وده بقى كان الفطر بتاعنا والحمد لله. لو الفيديو بقى عجبكم حطوا له بقى لايك، وحطوا لي تعليق بقى حلو اللي زيكم كده، بصراحة تعليقاتكم ديت هي اللي بتشجعني. ربنا يخليكم لي يا رب، ويبارك لكم في اولادكم. ولاول مرة اخشوا قناة بقى اشتراك، واضغطوا بقى على الكل عشان يوصلكم كل جديد انا اعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.